في ضيف عزيز جدا، هو صاحب المكان يعني انا اللي ضيف هنا. معانا كريم رمزي يا جماعه من المغرب، اكيد طبعا عنده كواليس كتيره جدا. يا كريم صباح الفل. صباح الفل عليك يا رجائي، مبسوط جدا ان انا موجود معاك. منور من هنا متألق. من الدار البيضاء، الاجواء عظيمه جدا، الاجواء شبه مثاليه، الحقيقه المعنويه ممتازه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، سواء في تدريبات امس او في تدريبات اليوم، كل شيء ماشي بشكل رائع جدا، كل اللاعبين جاهزين من امبارح، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير كلهم بيتدربوا بشكل طبيعي جدا، والكلام على ان الشناوي هيشارك في المباراه بشكل اساسي، كل اللاعبين في النادي الاهلي جاهزين، مفيش اي مشاكل. التصريحات النهارده من مارسيل كولر والتصريحات النهارده من محمد الشناوي بتبين ثقه كبيره جدا ان شاء الله في فوز النادي الاهلي بالبطوله. النهارده كمان انا من قدام الفندق، فندق اقامه النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي واقفه قدام الفندق تحيي النادي الاهلي، تنتظر الحصول على تذاكر المباراه. في سعاده وفي فرحه، وفي كمان الاهم من ده كله ثقه عند جماهير النادي الاهلي. وكانت الاجابه على السؤال دايما بالنسبه لنا، هل انت واثق في النادي الاهلي عشان اسم النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي؟ لا، كان الكلام دايما انه الحاله الفنيه للنادي الاهلي دلوقتي هي اللي تسمح له انه يفوز بالبطوله، يفوز على الوداد حتى لو على ملعبه محمد الخامس، يقدر يحقق نتيجه تخليه في النهايه باذن الله يفوز بالبطوله. النهارده كمان قابلنا ناس كتير من جماهير الوداد، هم زينا عندهم ثقه في فريقهم، عندهم ثقه في الوداد، ثقه كبيره جدا، ثقه تصل لمرحله يعني انه احنا كده كده داخلين المباراه غدا وكسبانين المباراه. الوداد لا يخسر في محمد الخامس، ده على لسانهم وده كلامهم وده تفكيرهم، لكن في حقيقه الامر هم عندهم طباعنا وطباع جماهير النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي اللي عندهم ثقه في فريقهم. الوداد جاهز، هو كمان الفرقه ماشيه بشكل كويس. النهارده في المؤتمر الصحفي كانت الاسئله كلها في امور فنيه بالنسبه للوداد وازاي يتلاشى اخطائه اللي عملها في مباراه الذهاب. انا بكلمك على الصحفيين المغربيين، هم اللي كانوا بيسالوا الاسئله ديت، انه كان في اخطاء في مباراه الذهاب، ولما اتسال مارسيل كولر من صحفي مغربي انه الهدف اللي دخل في مرمى النادي الاهلي كان من خطا دفاعي كبير من النادي الاهلي، فهو مارسيل كولر بكل ثقه وبكل ثبات قال له طبيعي اي فريق يبقى عنده اخطاء، بس لو على الاخطاء يعني فاحنا غلطنا مره دخل فينا هدف، انتوا غلطتوا مرتين، بيتكلم على الوداد ودخل فيه هدفين. عموما ده يعني ملخص اللي بيحصل في اليومين دول، اليومين دول يومين ايجابيين جدا ويدوك حاله تفاؤل وحاله ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي، سواء على مستوى الجهاز الفني او على مستوى اللاعبين او حتى على مستوى مجلس الاداره اللي متواجد دائما في تدريبات النادي الاهلي يدعم ويساند بالكامل. انا بكلمك على مجلس الاداره بالكامل. عموما صديقي العزيز، جزء كبير من برنامج رقم 10 دايما معانا في كل مكان، ومعانا دلوقتي من المغرب محمد جمال هيقول لك بقى شويه تفاصيل فنيه كمان وتوقعاته لمباراه الغد باذن الله، وازاي الاهلي هيلعب وازاي الاهلي يتلاشى نقاط قوه الوداد وايضا يستغل نقاط ضعفه. جيم منور الدنيا حبيبي يا كيمو، مبسوط ان انا موجود معاك كالعاده، تحياتي لرجائي كل المتابعين والمشاهدين. النهارده طبعا كان المران الختامي للنادي الاهلي على مركب محمد الخامس، امس تدرب النادي الاهلي على ملعب العربي الزولي، اجواء هادئه جدا يتمتع بها كل لاعبي النادي الاهلي، يلمحها كل من تابع المران اول امس او حتى مران اليوم، كل الاجواء المحيطه اجواء ايجابيه جدا، لاعبي النادي الاهلي هادئين واثقين يحاولون بكل شكل من الاشكال ان يصدروا طاقه ايجابيه. زياره كمان بدر بنون امس صدرت طاقه ايجابيه كبيره للاعبي النادي الاهلي. اما فيما يخص بالجزء الفني اللي ظهر ملامح منه في المؤتمر الصحفي، كلام فاندن بروك المدير الفني لنادي الوداد المغربي اكد بشكل كبير ان هو هيحاول يقفل الاطراف للنادي الاهلي، وسالته سؤال مباشر في المؤتمر الصحفي، قلت له انت حاولت تعمل ده وقلت الكلام ده قبل مباراه الذهاب لكن ما قدرتش تعمل ده، وكمان النادي الاهلي قدر ياخد منك الاستحواذ. هو حاول ان هو يجاوب على السؤال بشيء من الذكاء ويقول انه لا، احنا كان عندنا فرص وكان عندنا بعض الخطوره والتهديد للنادي الاهلي، وانا هحاول ان انا اعمل ده، وان المباراه بتلعب على تفاصيل بسيطه، اكد على احترامه للنادي الاهلي. كمان اكيد مارسيل كولر بيحاول قدر الامكان ان هو يعدي الربع ساعه الاولى دون ان تستقبل شباكه واهداف، لكن خليني اقول لك انه مارسيل كولر اكد بشكل لا يدع مجال للشك انه النادي الاهلي هيلعب على انه يسجل هدف. خليني اقول لك كمان، لما اتكلمنا مع المرافقين للبعثه سواء الاهلي او الوداد، الناس كلها بتتكلم على انه في حذر من الوداد ان فاندن بروك لن يندفع
كما عادت الفرق المغربيه تحديدا الرجاء والوداد على ملعب مركب محمد الخامس، لن يندفع من بدايه المباراه، هيعتمد على الكومباكت جيم بدفعه الجماهير، هيحاول ان هو يضغط النادي الاهلي في اول ربع ساعه، محاوله للتسجيل ثم محاوله التحكم في الايقاع. مارسيل كولر بيراهن كل الرهان على التجهيز الفني والنفسي الممتاز اللي عليه اللاعبين، بيحاول فان دي بروك من ناحيه اخرى زي ما قلت لك الكوره بتلعب على تفاصيل بسيطه جدا وحاله اللاعبين، لكن الحاله اللي عليها حتى جماهير الوداد لما بنتكلم على الجزء الفني بيتكلموا على عامل الارض، عامل الجمهور، بيتكلموا على مباراه النسخه الماضيه، محدش بيتكلم انه في هيمنه او تفوق فني للوداد على فريق النادي الاهلي، الرهان كله على عامل الارض، على عامل الجمهور، حتى كل الرهانات اللي الجماهير الوداديه بتؤكد ان النادي الاهلي هيسجل باذن الرحمن في مباراه الغد. اتفضلك يا اسالك على حاجه نفس في المواقع. هل شايف انه الاهلي بكره ممكن يعمل او مارسيل كولر ممكن يعمل اي تغييرات في التشكيله؟ صعب جدا، ولو عمل هيعمل تغييره واحده في وسط الملعب، لكن صعب جدا، وكان الرهان ورهان اللحظه الاخيره بالمقارنه ما بين شريف وكهربا للاستفاده من الجانب الفدني لمحمد شريف والاحتفاظ بورقه مهمه جدا محمود كهربا على دكه البدلاء، هم دول الورقتين اللي الراجل ممكن يتحرك فيهم بشكل كبير. هو ممكن يحاول قدر الامكان انه يستغل هذا الدافع والحاله اللي عليها محمد شريف، كمان ادى بشكل جيد في الدوري، يبقى محمد شريف ولعيب في وسط الملعب، فدون ذلك 9 لاعبين حاجزين مركزهم بشكل كبير جدا مع مارسيل كولر، 2 لاعبين ثنائي فقط، لعيب في وسط الملعب هو ده اللي في راس كولر في المران الاخير، لعيب في مركز المهاجم هيدفع بكهرباء من البدايه، لكن خليني اقول لك بقى عاده مارسيل كولر ان لم يحدث مفاجاه بتغييره وحيده غدا انه هيحتفظ بال 11 لاعب اللي بدا بيهم في مباراه الذهاب وكل المباريات المهمه في الفتره الاخيره باعتماد على ال 11 لاعب بتوع النادي الاهلي، خاصه الثلاثي الامامي حاله تفاهم كبيره على محمود كهرباء، حسين الشحات وبيرسي تاو، لكن يبقى زي ما قلت لك ورقه محمد شريف تبقى في راسه، لكن انا هروح مع تاتو من مارسيل كولر انه هيلعب بال 11 لعيب اللي لعب بيهم مباراه الذهاب. عظيم جدا. انا عايز اقول لك حاجه رجائي كمان ونقطه مهمه جدا، جماهير النادي الاهلي تتحدث او حتى جماهير نادي الوداد تتحدث انه الاهلي خسر من الوداد في 2017 وخسر نهائي الموسم الماضي، هناك فارق كبير ما بين 2017 ونهائي بطوله العام الماضي، نتحدث مع جماهير الوداد بهذه الصيغه والنادي الاهلي او الجهاز الفني للنادي الاهلي يتحدث ايضا بهذه الصيغه ان الحاله الفنيه للنادي الاهلي في الوقت الحالي حاله فنيه تؤهله للفوز بهذه البطوله والفوز على الوداد حتى لو على ملعبه، ما بنقولش الكلام ده شعارات او حماس، ولكن الحاله الفنيه للوداد لما بنيجي نسال فنيين هنا او لما بنيجي نسال لاعبين سابقين هنا يقول لك لا الحاله الفنيه للنادي الاهلي مختلفه تماما عن 2017 والبطوله الماضيه. خد اللي اكتر من كده كمان ان هم يتحدثوا انه النادي الاهلي هم عارفين، انا بكلمك على الناس المتخصصه في كره القدم مش جماهير الوداد كمان، الناس المتخصصه في كره القدم يتحدثوا انه الاهلي في هذه الحاله هو افضل من الوداد فنيا، ولكن هم يعتمدون على الملعب والجماهير. النهارده مارسيل كولر رد على هذه النقطه بمنتهى الوضوح، قال احنا نفرح ونستمتع وحضور الجماهير بيبقى شيء جميل، والجماهير ما بتنزلش ارض الملعب وتلعب مع اللاعبين، فاحنا ما عندناش مشكله مع الجماهير او يبقى عندنا اي ضغط او اي نوع من انواع الخوف، فالامور ان شاء الله باذن الله ايجابيه. انا بقول لك الكلمتين دول وانا هنا في الدار البيضاء، مش بقول لك انه كلام لطيف نفرح الناس او نبسطهم قبل المباراه، دي مشاعر كل الناس اللي موجوده هنا في المغرب، بكلمك على الجماهير المصريه او حتى اعتراف الجماهير المغربيه بافضليه النادي الاهلي، ولكن ثقتهم الكبيره في ارض الملعب والجماهير او الحضور الجماهيري والدعم والضغط الكبير من الجماهير، فان شاء الله باذن الله المباراه هتمشي على افضل ما يكون. اخر حاجه، في تغيير في تشكيله الوداد ولا الوداد يلعب نفس الوداد بيراهن النهارده بشكل كبير زير متراتش النهارده في تمرينه الوداد، وده كان وده خاص لينا في رقم 10 لانه التمرينه كانت مغلقه ما طلعش منها اي حاجه حتى الاعلام المغربي، ان زهير المترجي النهارده تدرب منفردا، الكلام كله كان على ان زهير المترجي هيلحق والراجل هيفاجئ بيه النادي الاهلي، زهير المترجي اتدرب منفردا، فالكلام كله على ان محمد ونجم هيبدا بكره مباراه، هيبدا مباراه الغد في التشكيل الاساسي مع الاعتماد على نفس المجموعه اللي كانت موجوده، التفكير كله لعيب في وسط الملعب عليه يعتمد على الثلاثي الجعدي والدوجي ويحيى جبران، ولا يطلع واحد منهم لحساب ايمن حسوني مع محمد ونجم وسامبو في الخط الامامي، فبنتكلم على تغييره واحده. وتاني يا كريم زهير المترجي بنسبه كبيره جدا خارج القائمه، ولو خاطر بيه فاند بروك هيكون موجود بكره على دكه البدلاء لانه تمرن النهارده مران كامل منفردا لم يدخل مع المجموعه.
انا بشكرك شكرا جزيلا. رجاء انا بشكرك شكرا جزيلا، يعني استكمالا لهذه الحلقه مشاهده ممتعه للساده المشاهدين معاك ان شاء الله، ومع ما تقدمه الامور هنا باذن الله هتكون بكره في افراح، وان شاء الله انا وانت نشتغل بكره ونستمتع مع جماهير النادي الاهلي ومع كل الجماهير المصريه. النادي الاهلي يمثل مصر في هذه البطوله بكل تاكيد، باذن الله الجماهير المصريه بكره هتنام مبسوطه مع بعض بعد المباراه ان شاء الله. يا رجاء بشكرك شكرا جزيلا.